تقدم دار الأوبرا المصرية عدداً من التابلوهات الفنية تمزج بين الكلاسيكية والمعاصرة وتبحر في عالم فنون التانجو. يأتي هذا بالتعاون مع فرقة أساطير التانجو الأرجنتينية التي تعد من أهم وأشهر الفرق العالمية المتخصصة، والتي ستتواصل حفلاتها حتى الجمعة على المسرح الكبير، ومساء الأحد 22 من مايو على مسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية.